لكم، أنا زميلتكم بيان إبراهيم من منصة قمة طبية. شرحت لكم محاضرات الإبيثيليوم، إن شاء الله يا رب تكونوا انبسطتوا من الشرح واستفدتوا منها. هلا اليوم رح نحكي عن النسيج الضام اللي هو الكونكتيف تيشو، تمام؟ فبسم الله نبدأ. هلا الكونكتيف تيشو بحكي لنا انه هو found everywhere in the body، يعني هو موجود بكل مكان بالجسم، تمام؟ وهو ال most abundant and widely distributed tissue by its several types. هو متواجد بكميات كبيرة وهو منتشر على نحو واسع بالجسم، تمام؟ بمختلف أنواعه. هلا هون بدنا نحكي عن ال structural elements لل connective tissue، يعني من شو بتكون ال connective tissue او كيف بنبنى ال connective tissue. هلا بالبداية احنا بدنا نحط ببالنا انه لو بدنا نبني عمارة احنا بحاجة لأرضية، تمام، وبحاجة لخشب اللي هو بنعمل منه الأعمدة، وبحاجة لطوب، مظبوط، نفسه رح نبني عليه ال connective tissue. يعني ال connective tissue الأرضية تاعتنا حتكون هي ال ground substance، والخشب أو الأعمدة حيكونوا ال fibers، والطوب حيكون هو عبارة عن السيل. هلا الفايبر والجراوند سبستانس بنسميهم الاكسترا سيلولار ماتريكس. هلا شو يعني كلمة ماتريكس؟ ماتريكس معناها مصفوفة، يعني في إشي رح يصف عليها، تمام، اللي هو مين؟ اللي هو السيل. So الاستراكشرال elements للكونكتيف تيشو هو عبارة عن سيلز، عبارة عن مجموعة من الخلايا، عبارة عن اكسترا سيلولار ماتريكس يعني مصفوفة خارج الخلايا اللي هي رح تصف عليها الخلايا، مكونة من two elements، من عنصرين، الجراوند سبستانس اللي هي زي الأرضية، تمام، والكونكتيف تيشو فايبرز اللي هي ألياف النسيج الضوئي، تمام. طيب هلا رح نحكي عن الكومن كاركترستكس للكونكتيف تيشو، يعني شو هم الخصائص تاعت الكونكتيف تيشو، تاعت النسيج الضام. هلا اول خاصيه بحكي لنا الكومن اوريجين لإلها، all types of connective tissue arise from the mesenchyme، تمام. هلا احنا حكينا انه النسيج الطلائي حيكون بيطلع من ال 3 layer 3 embryonic layers، تمام. هلا هون بنسيج الضام لا، هو بيطلع فقط من طبقه واحده، الطبقه اللي بتكون بالوسط. يعني احنا بنعرف انه الجنين بيطلع من 3 طبقات، تمام، اللي هم الاكتوديرم والاندوديرم والميزوديرم. بالنسبه للكونكتيف تيشو حيكون بيطلع من الطبقه اللي بالنص اللي هي اسمها الميزوديرم، تمام. تمام. هلا كمان هو بتكون من several types of cells، يعني الخلايا ما حتكون نوع واحد، حتكون انواع مختلفه من الخلايا، وهاي الخلايا widely separated and immersed in abundant extracellular substance. هاي الخلايا ما حتكون متراصه وقريب كثير لبعض، حتكون متباعده عن بعضها البعض، تمام، وما بينها هو عباره عن الاكستراسيلولار ماتريكس. هلا كمان من ضمن انه خصائص النسيج الضام انه بيحتوي على اكستراسيلولار ماتريكس، زي ما حكينا الاكستراسيلولار ماتريكس هو اللي حيكون صافه عليه هاي الخلايا، وهو اللي يعني اللي ما بين هاي الخلايا، الفاصل ما بين هاي الخلايا، تمام. variable degrees of vascularity، كمان انه بدنا نعرف انه نسيج الضام المره الماضيه حكينا هو اللي حيعطي النيوتريشن او فيه اوعيه دمويه حتوصل النيوتريشن للابيثيليوم اللي فوقه، تمام. هلا هون لا، بحكي لنا انه نسيج الضام هو عباره عن انواع، انواعه هاي بتختلف بالديجريز اوف vascularity، يعني بتختلف بقدي في بلود سبلاي لهاي الانسجه، لهذا النسيج، تمام. يعني في عنا بعض الانواع من الكونكتيف تيشو حتكون ريتش سبلاي اوف بلود فيزلز، حتكون غنيه بالاوعيه الدمويه، تمام، بينما نوع اخر منها حيكون بورلي vascularized، تمام. فور اكزامبل يعني دنس كونكتيف تيشو اند كارتليج، يعني الكونكتيف تيشو اللي بيكون السميك الدنس والكارتليج الغضاريف حتكون اي فاسكولار، يعني فيش في فيها اوعيه دمويه او هي بورلي بورلي فاسكولارايز، تمام. هلا هون حكينا موست كونكتيف تيشو، هذا من نوتات الدكتوره، انه موست كونكتيف تيشو ار هايلي فاسكولارايز، معظم النسيج الضام حيكون يعني هو فيه بلاد فيزلز بكميات كبيره، تمام، او بوصلوا بلاد بكميات كبيره، وايل اذر في انواع يعني اخرى منه حتكون بورلي فاسكولارايز، ما حتكون انه فيها بلاد سبلاي بكميات كبيره، تمام. هاويفر الكارتليج ار نوت فاسكولار، يعني زي ما حكينا ايه بتحمل معنى النفي، نوت فاسكولار يعني ما فيش فيها يعني ما بيوصلها تغذيه دمويه، تمام. هلا جنرالي ان زي ما حكينا انه الكونكتيف تيشو يعتبر مصدر للنيوتريشن للابيثيليوم تيشو اللي موجود فوقه، تمام. طيب هلا هون مقارنه سريعه ما بين الابيثيليوم وما بين الكونكتيف تيشو. هلا الابيثيليوم من ناحيه السيلز هو مكون مجموعه من الخلايا اللي حكينا اجريجيتد، بيكونوا مصفوفين ومتراصين مع بعض، وبيكونوا نفس التايب، نفس النوع، ونفس الشيب، نفس الشكل، تمام. بينما الكونكتيف تيشو السيلز تاعته حتكون فيو،
هي قليلة تمام مقارنة بالإبيثيليوم، ووايد سيبريتد مفصولة عن بعضها البعض، وديفرنت تايبس من أنواع مختلفة تمام. طيب هلا من ناحية الانتراسيلولار سبستانس يعني المواد اللي ما بين الخلايا، بالإبيثيليوم حكينا بتكون فيري ليتل تمام. ليه؟ لأنه الخلايا متراصة. هلا بالكونكتيف تيشو لا، حتكون أبندنت كميات كبيرة لأنه الخلايا أصلا بعيدة عن بعض. أوكي هلا الفايبرز من ناحية وجود الفايبرز أو لا، بالإبيثيليوم ما حكينا في فايبرز تمام، ما حكينا إنه موجود الألياف بالجراوند سبستانس، بينما بالكونكتيف تيشو الفايبرز زي ما حكينا قبل شوي إنها هي جزء لا يتجزأ من الجراوند سبستانس، يعني متوفرة وموجودة بكميات بالجراوند سبستنس. من ناحيه البلاد فيزلز حكينا الابيثيليوم هو اي فاسكولار، يعني لا يحتوي على اوعيه دمويه، وبالتالي بتيجي البلاد سبلاي او بنبعث له النيوترينتس من ايش؟ من الكونكتيف تيشو اللي تحته. هون الكونكتيف تيشو حكينا من ناحيه البلاد سبلاي هو او البلاد فيزلز هو ريتش بالبلاد فيزلز تمام. طيب من ناحية الأوريجن حكينا الإبيثيليوم هو from the three embryonic layers، من الإكتوديرم من الإندوديرم والميزوديرم، بينما الكونكتيف تيشو الأوريجن لإله فقط من الميزوديرم. من ناحية الفانكشن حيكون الإبيثيليوم حكينا له covering or secretion إذا كان نوعه glandular، بالكونكتيف تيشو الفانكشن لإله هو support، بيعمل دعم تمام، defense يعني هو بيعمل زي حماية أو بيمنع بكتيريا وهيك، ونيوتريشن تغذية وبروتكشن تمام. هلا بدنا نبلش باول مكون من مكونات الكونكتيف تيشو اللي هو الاكسترا سيلولار ماتريكس، واللي حكينا هي عباره عن جراوند سبستانس، وعباره عن ايش؟ عباره عن فايبر تمام. هلا من ناحيه خلينا نمسك الجراوند سبستانس ونعرف من شو بتتكون هاي الارضيه، من شو الجراوند سبستانس تاعت الكونكتيف تيشو. هلا الجراوند سبستانس it is the material that fills the spaces between the cells and contains the fiber. هلا هي عباره عن الماده اللي بتعبي المسافات الموجوده ما بين الخلايا، لانه حكينا بتكون عدد الخلايا بيكون قليل وبيكون بيناتهم مساحات تمام. هلا هاي المساحات اللي بيعبيها هو عباره عن الجراوند سبستانسز تمام، والجراوند سبستانس برضه بيحتوي على الفايبر، فيه الالياف اللي هي جزء من الاكسترا سيلولار ماتريكس. اوكي طيب هلا من شو بتكون هذا الجراوند سبستانس؟ هذا الجراوند سبستانس هو عباره عن تيشو فلويد، عباره عن سائل خلوي تمام، بيشبه البلود بلازما زي بلازما الدم، وبروتي جلايكان هلا رح نحكي عنه، ومالتي ادهيزيف جلايكوبروتين، ومن جلوكوز امينو جلايكان اللي هو بنختصره بجاج. اوكي هلا رح نحكي عنهم كلياتهم انه شويه معلومات. طيب هلا بالبدايه رح نحكي عن الانترستيشيال تيشو فلويد. اوكي خلينا نحكي عن الرسمه هاي، خلينا ناخذ الرسمه هاي انا ضفت لكم اياها بس خلينا نشرح عليها. اوكي طيب هلا الانترستيشيال فلويد او ممكن نسميه اسم ثاني اللي هو الاكسترا سيلولار فلويد، يعني السائل الخارج الخلوي تمام، هو عبارة عن سائل بيكون محيط بالخلايا اللي بغذيها. هلا هذا السائل ببساطة بيغذي الخلايا بالنيوترينتس اوكي، وبياخذ منها الويست برودكت. اوكي يعني بيبعت لها النيوترينتس وبياخذ منها الويست برودكت. هلا طيب هذا السائل من وين اصله؟ من وين اجى هذا السائل؟ من وين المنشأ تاعه؟ هلا بدنا نعرف شغله، انه الخلايا بتكون محاطه باوعيه دمويه، محاطه بكابيلاريز تمام. الان الكابيلاريز بنعرف انه هذا كابيلاري. اوكي هلا بنعرف انه في جزء منه بيكون ارتيريال بارت، يعني بيكون جزء منه عباره عن ارتري عباره عن شريان، جزء يعني ما تبقى بيكون هو عباره عن الفينس اند او الفينس بارت اللي هو الجزء الوريدي تمام. طيب هلا بالارتيريال بارت بيكون الهايدروستاتيك بريشر هاي تمام، بيكون عالي. هلا شو هو الهايدروستاتيك بريشر؟ هو عباره عن الضغط اللي بينشا نتيجه تصادم جزيئات السائل بجدار الشيء اللي بيحتويه، او يعني نتيجه يعني هون عم على الشيء اللي بنحكي عنه، هو عباره عن الضغط الناتج نتيجه تصادم جزيئات الدم بجدار الوعاء الدموي تمام. جهه الارتيريال حيكون هاي هذا الهايدروستاتيك بريشر. هلا بما انه هاي البلازما شو حيصير؟ حتطلع او تهرب، يعني بلازما الدم حتطلع من الوعاء الدموي وتطلع لبرا، يعني وين لبرا؟ يعني حتستقر حوالين الخلية تمام، وتكون ما يسمى بالانترستيشيال فلويد. هلا هذا السائل زي ما حكينا هو غني بالنيوترينتس تمام، وبعد
وبعد ما يغذي الخلايا تمام بياخذ الويست برودكت وبيطلع عن طريق الفينوس تمام، يعني بعد ما يعمل تغذيه لهاي الخلايا حياخذ الويست برودكت وبيطلع من ايش؟ بيطلع من الفينوس اند، يعني بياخذ معه الويست برودكت. هلا الشغل اللي بدنا نعرفه، بما انه حكينا في سائل حيفوت ما بين الخلايا وسائل حيطلع منها، فشو حفهم؟ حفهم انه لازم يكون في توازن بين كميه السائل اللي دخلت الانترستيشيال وكميه السائل اللي طلعت منه، تمام؟ يعني سائل بيطلع وسائل بفوت وسائل بيطلع، تمام؟ رح يعني هيك بالمنطق لازم نعرف انه لازم يكون في توازن، يعني مفيش اشي ماشي انه عبث، تمام؟ يعني لازم يكون في توازن ما بين كمية السائل حتدخل الانترستيشيال وكمية السائل اللي حتطلع منه. طيب ليه لازم يكون في بالانس؟ ليه لازم يكون في توازن؟ لانه الكميه، لانه يعني على فرض انه كميه السائل اللي دخلت تمام اكثر من اللي طلعت، شو حيصير؟ حيصير شيء بنسميه الاديمه، تمام؟ الاديمه اللي اسمها بالعربي الارتشاح المائي، وهاي الصوره كثير حتشوفوها ان شاء الله بالمستشفيات، انه بيكون يعني باللور ليكس، تمام؟ حنشوف انه بتضغط اصلا بتكون بتنج، يعني ببين، لانه هذا كلياته عباره عن سائل، تمام؟ سائل ارتشح، شو نتيجه ارتشاح؟ يعني ليه ارتشح؟ لانه صار في فقدان للتوازن ما بين كميه السائل اللي طلعت من الوعاء الدموي تمام وراحت ما بين الخلايا او كميه السائل اللي رجعت للوعاء الدموي، تمام؟ طيب خلينا نرجع للسلايد تاعنا. هون بحكي لنا عن الانترستيشيال تيشو فلويد، خلينا نقرا. هلا فورمد اوف بلازما بروتين of low molecular weight that escape through the capillary wall as a result of hydrostatic pressure. زي ما حكينا من وين منشأه؟ من بلازما الدم اللي طلعت من الوعاء الدموي كنتيجة ارتفاع الهايدروستاتيك بريشر، تمام؟ أو بفعل تأثير الهايدروستاتيك بريشر، أوكي؟ طيب هلا الإديمة، هون بنحكي شوي الإديمة، الإديمة هي عبارة عن زيادة بكمية السائل، يعني هي increase في the quantity of the tissue fluid due to loss of the equilibrium between the tissue fluids entering and leaving leaving the matrix of the connective tissue. هي عبارة عن زيادة بكمية السائل الخلوي نتيجة فقدان التوازن أو انعدام التوازن ما بين التيشو فلويدز اللي بتدخل، ما بين كمية السوائل الخلوية اللي حتدخل الانترستيشيوم واللي حتطلع منه الانترستيشيوم أو الماتريكس، تمام؟ هلا تاني كومبوننت من مكونات الجراوند سبستنسز اللي هو الادهيزيف جلايكوبروتين. هلا الادهيزيف جلايكوبروتين بنحط ببالنا هو عباره زي كانه بروتين شغال وكانه صمد، تمام؟ كانه جلو بيربط وبيلزق الخليه بالمصفوفه او بالماتريكس اللي هي قاعده عليها، تمام؟ سو الادهيزيف بروتين بحكي لنا هو عباره they serve mainly as a connective tissue glue، هم شغالين كلاصق كصمغ تمام للconnective tissue that allows the connective tissue cells to bind themselves to the matrix element. شو وظيفته؟ صمغ، صمغ ماله؟ بربط، بربط شو؟ بربط الخلية بالماتريكس، بربط الخلية بالمصفوفة اللي سميناها ماتريكس، معناها مصفوفة اللي حتكون مثبتة عليها، اوكي؟ طيب اكزامبل عليه فايبرونكتين. هلا كلمة فايبرو معناها فايبرس، نكتين معناها رابط، سو حيربط، حيربط الفايبر بالخلايا. And اللامينين، تمام؟ اللامينين هو عبارة عن بيعمل ادهيجن ما بين الفايبر اند الجراوند سبستانسز، تمام؟ طيب هلا هون كمان هاي رسمة ضفت لكم اياها، هون على رسمة هاي مبين هاي الفايبر وهي هاي السل، هاي الخلية، حيربط السل الخلية بالماتريكس اللي تحت منها بالمصفوفة تاعتها، هيو هاد اللي زي حرف ال هو عبارة عن هو عبارة عن الادهيزيف جلايكوبروتين، تمام؟ هلا هون بنحكي الدكتوره في عندنا difference between اللامينين and اللمن، تمام؟ هلا اللامينين اتفقنا وحكينا هو عباره عن adhesive glycoprotein حيربط عندنا الخلايا بالفايبرز بالماتريكس، يعني بالفايبرز الموجوده بالماتريكس، اوكي؟ هلا اللامين هو found بالانر سيرفيس اوف ذا انر نيوكليار ميمبرين، هو موجود بالسطح الداخلي للغشاء النووي الداخلي، تمام؟ طيب شو الفانكشن له، شو وظيفته، شو اهميته؟ هو بيعمل اتاتشمنت، يعني بيربط الكروماتين تمام بالنيوكليار بروتينز، يعني هاي خذوها معلومه عن هامش بما انه حكتها الدكتوره. هلا كمان رح نحكي انه الكربوهيدرات والبروتين اولويز اكت از ادهيجن، هم وظيفتهم الكاربس الكربوهيدرات تمام والبروتينات هي شغاله كادهيجن، تمام؟ يعني زي كأنها رابط، بتعمل على ربط، اوكي؟ and يعني or which makes the cell membrane held together اللي هي تسمح بانه يضل السيل membrane الغشاء الخلوي مترابط مع بعض البعض، اوكي؟ هلا خلينا نحكي عن البروتيوغلايكان. كلمة بروتيوم من بروتين، جلايكان معناها جلوكوز امينو جلايكان اور الجاج بروتين اللي حكينا عنه، اوكي؟ طيب
هلا البروتيوغلايكانز اللي بدنا نعرفه انه هي هاي البروتيوغلايكانز، خلينا نحكي انه شبه الفرشاي اللي بنغسل فيها جنينة المي، تمام؟ بنسميها البوتل براش، اوكي؟ هلا شو هاي الفرشاي؟ اوكي، هلا هاي الفرشاي عبارة عن عصاي، تمام؟ هاي عبارة عن عصاي. هلا هاي العصاي اللي بالنص هي عبارة عن البروتين، هاي عبارة عن ايش؟ عبارة عن بروتين كور طالع منها اشياء بشبه الشعر او الاهداب، هذا بنسميه جاك، تمام؟ الجاك طبعا له انواع، هذا اسمه اللي هو طالع، هو عبارة عن الجاك. وبعدين لو نطلع عليهم، هلا رح نقرا السلايد ونحكي شو انواع الجاج، بعدين لو نطلع حنشوف انه زي كانه اكثر من فرشاي ربطوا ايش؟ ربطوا بعصاي، تمام؟ بهاي زي كانهم مسكوا بعمود. هلا هذا العمود هو عباره عن الهايلورونيك اسيد، اوكي؟ لهيك يسمى ايش بنسمي هاي الموضوع انه يجي اكثر من بروتيوغلايكان ويربطوا مع بعض، تمام؟ بالعمود هذا اللي هو الهايلورونيك اسيد، بصير اسمهم بروتيوغلايكان اجريجيشن، تمام؟ تجمعات للبروتيوغلايكان. طيب هلا شو الفائده منهم؟ الفائده منهم احنا حكينا او خلينا يعني ناخذها انه حكينا في له انواع هذا الجاك بروتين، تمام؟ هلا الجاك بروتين من ضمن انواعه الكوندريتين سلفيت اند الكيراتين سلفيت. من ضمن النوعين اللي حكيناه حكينا كلمة سلفيت، يعني هو مليان سلفر، تمام؟ والسلفر بنعرف انه شحنته ايش؟ شحنته سالبة، فهو نيجاتيفلي تشارج. شو بنفهم انه من الشحنة السالبة؟ الشحنة السالبة بتسحب مي، يعني هو رح يسحب المي ورح يحبس المي، فحيصير زي كأنه اسفنجة مشبعة بمي، تمام؟ وبالتالي هذا الاشي حيخلي الكونسستنسي عبارة عن فيسكوس جل، اوكي؟ سو رح نرجع نقرا السلايد ونوضح شوي شوي عليه. هلا هو البروتيوغلايكان كونسيست اوف بروتين كور، هو عباره عن ايش؟ هذا حكينا عباره عن ايش؟ عباره عن بروتين، العصاية هي عباره عن بروتين. تو ويتش الجلوكوز امينو جلايكان اللي هو الجاج اتاشت، وهدول زي الشعرات الطالعين هم عباره عن جاجز بروتين، اوكي؟ The strand like gags are large, okay, negatively charged. بدنا نعرف انه من خصائص الجاج انه هو كبير وهو negatively charged polysaccharides that extend from the core protein like the fibers of the potato brush. زي ما حكينا بتشبه الفرشاي اللي بنغسل فيها جنينة المي، اوكي؟ الان الجاج هاد هو انواع منه are like الكوندرويتين سلفيت and الكيراتين سلفيت، من ضمن انواعه كوندرويتين سلفيت وكيراتين سلفيت. هلا البروتيوغلايكانز tend to form a huge proteoglycan aggregation، زي ما حكينا هاي البروتيوغلايكان مع البروتيوغلايكان كلهم بيجوا بيتجمعوا حالهم وبربطوا، بربطوا مع شو؟ بربطوا مع هايلورونيك اسيد، هذا الخط بالنص هو عباره عن هايلورونيك اسيد، تمام؟ هلا شو بيعملوا؟ حكينا بما انه الجاج بروتين فيه سلفيت والسلفيت شحنته سالب، حتعمل تراب للووتر، حتحبس المي، فحيكونوا سبستنس ذات فاريز فروم فلويد تو ا فيسكس جل، حيكونوا زي ماده زي الجل، بتصير زي الجل اللزج، اوكي؟ هلا الجلوكوز امينو جلايكان هو يعتبر هايدروفيليك، يعني بحب المي، زي ما حكينا حبس المي صار بعمل زي كانه زي سفنجه مي او سفنجه معبيه مي، اوكي؟ طيب هلا هو لينير، بيكون انه عمودي اني برانش، ما له اي فروع، ما مش متفرع، يعني عباره عن خطي بيكون الشكل. بولي ساكرايدز يعني سكريات متعدده، اوكي؟ الاكزامبل عليه هو الهيبرين سلفيت، كوندرويتين سلفيت، كيراتين سلفيت، وهايلورونيك اسيد، هدول انواع الجاج او اكزامبل عليه، اوكي؟ انواع. طيب هلا هو شو بيعمل؟ بيعمل اتراكت للصوديوم، واحنا اخذناها معلومه بالفسيولوجي او حتاخذوها انه دائما الصوديوم وين ما هو رايح ساحب وراه مي، اوكي؟ الماء يتبع الصوديوم، اوكي؟ فهو بيعمل اتراكت للصوديوم وبالتالي هولد ذا الووتر، بيجي ورا الصوديوم مي وبيحبس المي. ذا صوديوم زي ما حكينا تيك ذا ووتر وذ، دائما الصوديوم مين ماشي وراه؟ ماشي وراه المي، اوكي؟ هلا هو زي ما حكينا very hydrophilic، هو محب للماء due to abundant negative charge. ليه؟ لأنه حكينا من ضمن مكونات الجلوكوز أمين جلايكان هو السلفيت، والسلفيت شحنته سالبة، تمام؟ فهو بالتالي الشحنة السالبة تسحب مي، فهو حيكون وظيفته إنه إيش؟ إنه يعني أو هو حيكون hydrophilic من ضمن خصائصه إنه محب للمي، أوكي؟ طيب except for hyaluronic acid are usually bound covalently to protein core as a part من البروتيوغلايكان. باستثناء الهايلورونيك اسيد يعني الانواع الثانيين حيكونوا رابطين ببروتين كور، حيكون الكور تبعهم هو عباره عن بروتين ويعتبروا جزء من ايش؟ زي ما حكينا جزء من البروتيوغلايكان، اوكي؟ هلا هون معلومه بتحكي لنا انه anything you want to do adhesion، اللي حكتها الدكتوره طبعا. هلا any want you want anything sorry you want to do adhesion should have a protein، لازم يكون اي شيء بدنا نعمل ترابط او تلاصق بينه لازم يكون بدنا ندخل بالموضوع مين؟ البروتين، تمام؟
if it has carbohydrates the adhesion will be weak. هلا مين حكينا قبل شوي المعلومة؟ حكينا انه الكربوهيدرات والبروتين هما اللي بيحافظوا بيخلوا الغشاء الخلوي يضل ماسك مع بعضه البعض، تمام، بيعملوا adhesion بالتلاصق بيناتهم. هلا حكينا انه الكربوهيدرات والبروتين، بس بدنا نعرف انه الكربوهيدرات التلاصق اللي بتعمله بيكون weak، بيكون ضعيف، اوكي، وللادهيجن in the cell junction. cell junction شو حكينا؟ هي عبارة عن بروتينات، بيكون strong لأنه مكون من بروتين، تمام. بس انه طيب ليه استفدنا؟ شو حنستفيد من الكربوهيدرات؟ الكربوهيدرات هي بتساعد بعض الاوقات، تمام، بتساعد. If you have adhesion there should be protein as a major unit، تمام، يعني احنا بدنا نعمل adhesion او في adhesion بهاي المنطقه حيكون mainly يعني اليونت الميجر المخد البلك اللي عليها الحمل الكبير اللي حتى تعمل الادهيجن هم عباره عن البروتينات، والكربوهيدرات هم عباره عن assistants، عباره عن مساعدين للبروتين بعمل الادهيجن. اوكي، هاي معلومه يعني حكتها الدكتوره فوجب التنويه. اوكي طيب، هلا شو الفانكشن تاع الجراوند سبستانس؟ شو يعني شو وظيفه الجراوند سبستانس؟ الجراوند سبستانس بمكونات اللي حكيناها هو هولد لارج اماونت اوف فلويد، هو بما انه حكينا انه بيحبس مي، تمام، فبالتالي رح نفهم انه البروتيوغلايكان، مش حكينا انه بيعمل انه بيمتص المي، بيحبس المي، تمام، بمساعده الجاك، احد مكونات الجاك، فحيحبس مي، وحكينا حيصير زي الاسفنج المشبعه بالمي، تمام، فهو هولز لارج امونت اوف فلويد اند فانكشن از ا ميديوم، هو شغال كوسط تقدر النيوترينتس من خلاله تنتقل من الكابيلاريز للخلايا والعكس، تطلع الويست برودكت من الخلايا وتروح ايش؟ بتروح للكابيلاريز، تمام. So, the ground substance holds large amount of fluids and function as a medium through which nutrients and other dissolved substances can diffuse between the blood capillaries and the cells. Okay, نفس اللي حكينا انه هي عباره عن وسط حتى النيوترينتس من خلاله تنتقل للكابيلاريز وتنتقل من الكابيلاريز للخلايا والويست برودكت تنتقل من الخلايا للكابيلاري. هلا ليه حكينا انه بيحتوي على نيوترينتس او ليه حكينا في نيوتريشن بالموضوع؟ Because it is full with carbohydrates and water البروتين، لانه هو مليان كربوهيدرات ووتر وبروتين، وكان ابزورب للصوديوم والووتر وذ هيم، يعني وزي ما حكينا انه هو بيمتص المي والصوديوم معه، which leads to the product of tissue fluids اللي هو بينشا عنه تكوين السائل الخلوي، اوكي، او السائل تاع النسيج. يعني زي ما حكينا بدنا نعرف اول فانكشن له انه هو هولد لارج امونت اوف فلويد. هلا الفانكشن الثانيه له اتس جيل ستيت سيرفز تو ريزيست كومبريشن، تمام، هو بالجيل ستيت. هلا مش حكينا هو بيوفر ميديوم او وسط بصير عباره عن الفيسكوس جيل، عباره عن جيل لزج. هلا شو اهميه هذا الجيل اللزج؟ هو بيقاوم الضغط او بيمتص الصدمات، تمام، ريزيست الكومبريشن يعني حيقاوم الضغط، اور انه اكت از لابريكان، زي كأنه ايش؟ زي كأنه لابريكانت، يعني اللابريكانت زي اشي مطري، تمام، يعني اشي بيمنع اللزوجة. اوكي طيب، هلا او حكينا شوك ابزوربشن، يعني هو بيمتص الصدمات، بما انه حكينا زي الاسفنجه، اوكي، هو حيكون ايش؟ يعني اسفنجه، دائما الاسفنجه بتمتص الاشياء، تمام، بتمتص المي، فهي الاسفنجه هاي اي ضربه او اي صدمه ممكن يتعرض لها جسمنا، مين حيكون يعني مسؤول عن امتصاصها؟ الكونكتيف تيشو، تمام، بمساعده مين؟ الجراوند سبستانس. اوكي كمان اللهم صل على سيدنا محمد، انه من الفانكشن الثالثه لإله هو عباره شغال از بارير. هلا حكينا هو لزج، تمام، بوفر وسط لزج، اوكي، اللزوجه هاي حتمنع البكتيريا من اختراق الكونكتيف تيشو، بس بدنا نحط ببالنا معلومه انه بعض انواع البكتيريا حتفرز الهايلورونيديز انزيم. هلا كلمه ايز معناها هذا الانزيم مسؤول عن التحليل او التفكيك، فهايلورونيديز انزيم حيعمل على تفكيك او تحليل الهايلورونيك اسيد، تمام، فبالتالي اذا فك الهايلورونيك اسيد منع التجمع تاع البروتيوغلايكان، تمام، سو حيفقد الكونكتيف تيشو اللزوجه تاعته، وهذا الشيء حيسهل على البكتيريا انه تعمل بنتريشن للكونكتيف تيشو او تعمل اختراق للكونكتيف تيشو، تمام. طيب تمام، زي ما حكينا انه it is also act as a barrier، تمام، شغاله كحاجز to bacterial penetration، تمنع اختراق البكتيريا لنسيج الضام. اوكي some virulent bacteria، بعض انواع البكتيريا بتكون هيك عنيفه شوي، can secrete the enzyme hyaluronidase enzyme that hydrolyze، يعني بتحلل الجراوند سبستانس وبالتالي facilitate للبكتيريا invasion to connective tissue. اوكي هنا هاي نفس المعلومة اللي حكيناها انه بعض الـ virulent bacteria can penetrate the ground substance لانها بتفرز هذا الانزيم. اوكي okay.
لا هون رح نحكي عن الفايبرز، انواع الفايبرز اللي حتكون الجراوند سبستنس. طبعا بدنا نعرف انه الفايبرز they are embedded in connective tissue matrix، هم بيكونوا من ضمن مكونات ال connective tissue matrix، من ضمن مكونات الماتريكس. هلا ال fibers of connective tissue provide support. شو اهميه هاي الفايبرز؟ الفايبرز زي دعم، تعمل دعم، دعامه، تمام، تعمل دعامه لل connective tissue. There are three types of connective tissue. إحنا رح نحكي مني عن three types of connective tissue fibers، عن ثلاث أنواع من الألياف، تمام، اللي هم ال collagen fibers. ال collagen fiber طبعا معلومة بنعرف عنه، هو ال most available، يعني أكثر fibers متوافر، يعني موجود بكل مكان حنشوفه، هو ال collagen fibers. هلا ال elastic fibers it stretching and elasticity، من اسمها elastic يعني حتكون زي المطاط مرنة، فبالتالي بصير لها stretch، يعني عندها القدرة على إنه تصير لها شد، وإلاستيسيتي يعني عندها مرونة يعني عالية. أوكي، الريتيكولر فايبر، الريتيكولر فايبر من اسمه، كلمة ريتيكولر معناها شبكة، فهو از نتورك شغال إنه كشبكة. أوكي، هلا المعلومة اللي بدنا نعرفها هو اكشلي في عنا تو تايبس من الفايبرز، مش ثلاث انواع. ليه؟ لانه الريتيكولر فايبرز هو تايب 3 اوف كولاجين فايبرز، هو نوع من انواع الكولاجين فايبرز، لهيك هم بالاصل يعني وي كان سي انهم هم عبارة عن تو تايبس من ايش؟ من الفايبرز. طيب هلا رح نبلش ونحكي عن اول نوع من الفايبرز اللي هم الكولاجين فايبرز. الكولاجين فايبرز يعني مرات بنسميه الوايت فايبر. اوكي، هلا من ضمن الوايت فايبر لانه لونه ابيض يعني بالفريش ستيت، بدون ما يكون مصبوغ بالعين المجرده، حنشوف لونه ابيض. اوكي، الكاركترز للكولاجين فايبر، الكولاجين فايبر ار ذا موست ابوندنت كونكتيف تيشو فايبرز، هو اكثر نوع من الفايبرز او من الكونكتيف، من انواع الالياف بتاعت نسيج الضام، هو الموست abundant، وهو السترونجست، اذا هو يعني موجود بكميات كبيره، تمام، وبرضه كمان هو اقوى واحد فيهم، provide high tensile strength، تمام. هلا شو يعني هاي التنسايل سترينث؟ يعني عنده القدره بانه يقاوم قوه الشد الطولي، تمام. يعني هو الكولاجين فايبر مرات بنحكي عنه الحديد المسلح للكونكتيف تيشو، تمام، الحديد المسلح للعماره اللي رح نبنيها، هو الحديد. اوكي، لانه هو اقوى واحد ومتواجد بكميات كبيره، عنده القدره بانه يقاوم قوه الشد الطولي، تمام، يعني ما بصير له شد طولي، عنده مقاومه للستريس، اي شيء طولي عشان ما ينزع، تمام، عنده مقاومه له. هلا الستريس تيست انه شو ذات ذا كولاجين فايبر ار سترونجر ذان ستيل، يعني عملوا زي هيك فحوصات للستريس، لقوه الشد والستريس اللي ممكن يعملوه على الكولاجين فايبر، وتبين انه هذا الكولاجين فايبر يعني متخيلين انه هو اقوى من الستيل فايبرز اللي بالسيم سايز، يعني لو جابوا الياف من الستيل، تمام، ستيل زي معدن، تمام، من نفس الحجم تاع الكولاجين فايبرز، الكولاجين فايبرز طلع اقوى منه. اوكي، هلا زي ما حكينا بالفريش ستيت النيكت اي without طبعا staining، بالعين المجرده يعني بدون ما يكون مصبوغ، الكولاجين فايبرز هاف glistening وايت appearance، المظهر له هو عباره لون ابيض بيكون، they are therefore also called، لهيك بنسميهم الوايت فايبرز، تمام، لانه بدون صبغه حنشوف لونهم ابيض. اوكي، هلا شو هم الهيستولوجيكال فيتشرز للكولاجين فايبر؟ تمام، الهيستولوجيكال فيتشرز للكولاجين فايبر ان لونجيتيودينال سيكشن، لو اخذنا مقطع طولي، الكولاجين فايبر ابير از سلندريكال ستراكشرز، هو عباره عن تراك سوري هو عبارة عن تراكيب أسطوانية الشكل ذات رن ان ويفي بندل، ماشي بحزم ويفي، تمام، يعني ويفي. اوكي، طيب هلا المعلومه اللي بدنا نعرفها يعني ويفي هيك، يعني فيه طعجه هيك، تمام، ويفي يعني زي مموج، مموج حزام مموج. اوكي، طيب هلا السنجل فايبر هي حتكون اني برانش، بدنا نعرف انه شو اهميه انه ماشي ببندلز، ما هو يعني بالتعاون قوه، فهو بيمشي بحزمه، بيمشي بحزمه الهدف منه تعطيه قوه اكبر، تمام. اوكي، هلا السنجل فايبر لانه لو مشوا بسنجل فايبر، هلا بنعرف انه البندل الحزمه عندها القدره بانها تتفرع، هي هون بندل تفرعت، تمام، صار لها تفرع، صارت برانش، تمام، بينما السنجل فايبر ليس لها القدره على انها تتفرع. ليه؟ لانه لو تفرعت حتضعف، تمام، احنا ما بدنا اياها تضعف. اوكي،
طيب سو سنجل فايبر ما حتكون برانش، ما حيكون لها افرع، بينما البند الحزمه يعني هم اكثر من فايبر مع بعض، لا عادي بتفرعوا امورهم تمام. هلا ذا وايت فايبرز ران از ا بندل نوت سنجل، بنعرف انه الوايت فايبرز اللي بنشوفها هي عباره عن حزمه، مش انها فايبر واحده يعني حزمه يعني واحده فايبر ليف واحد، لا هي بتكون عباره عن حزمه من الالياف، هذا اللي بنشوفه بالعين المجرده بيكون لونها ابيض. اوكي زي ما حكينا the individual fibers the knotty branch why the bundles of fibers of Indo they stain pink with achani. هلا بالاتاني حنشوفهم لونهم بينك، سو البينك دائما نحط ببالنا انه كولاجين يعني اخذ صبغه اليوزين. اوكي طيب هلا هون بيحكي لنا انه ستيل ذات ميك جراوند سبستانس اند فايبرز، ايش بنسميها؟ بنسميها الفايبروبلاست، وان شاء الله رح نحكي عنها بالمحاضره الجايه. اوكي هلا كلمه بلاست بدنا نعرف انه معناها فورمينج، تكوين، فايبرو يعني الياف، فهي الخليه التي تكون الالياف. تمام هلا هاي الفايبروبلاست ار كونسيدرد از بروتين سيكريتنج سيلز، بنعتبرها خلايا تنتج او تفرز البروتينات. تمام هلا الشيء اللي بدنا يعني ناخده كرول تمام انه البروتين secreting cells is rich with، بتكون هاي الخلايا التي تفرز البروتينات من ضمن صفاتها انها غنيه تمام بالرايبوزومز وبالرف اندوبلازميك ريتيكولا. تمام يعني هاي المعلومه خليها ببالكم، رح نحكي عنها اكثر لما نوصل للفايبروبلاست بالمحاضره الجايه ان شاء الله. انه الخلايا التي تنتج البروتينات غنيه بالرايبوزومز تمام وبالرف اندوبلازميك ريتيكولم، بينما الليبيد سكريتنج سيلز الخلايا اللي تفرز الدهون تمام هم هاز ا لوت اوف سموث اندوبلازميك ريتيكولم، هم غنيين بالسموث مش الرف اندوبلازميك ريتيكولم، سموث بتاع الليبيد. اوكي طيب هلا رح نحكي عن الكولاجين سينثيسيس، يعني عن تكوين الكولاجين او كيف بتكون الكولاجين. هلا الكولاجين زي ما بنعرف انه هو بتكون inside the cells، حيكون بتكون جوا الخليه. اوكي والخليه اللي بتكونه زي ما حكينا قبل شوي هي عباره عن الفايبروبلاست، يعني الخليه التي تكون بلاست حكينا معناها forming تكوين او انشاء، فهي الخليه المكونه للفايبر. هلا وين حيتكون جوا الخليه؟ حيتكون بالرف اندوبلازميك ريتيكولوم. تمام حكينا الفايبروبلاست تعتبر من البروتين سيكريتنج سيلز، الخلايا اللي تفرز البروتينات، واللي حكينا من ضمن خصائصها انها هي غنيه بالرف اندوبلازميك ريتيكولم. سو هذه الكولاجين بتكون انسايد ذا فايبروبلاست، وين بالضبط؟ حيتكون بالمكان ما هو عباره عن بروتين صح؟ فهو حيتكون وين؟ حيتكون بالرف اندوبلازميك ريتيكولم. تمام؟ لانه الرف اندوبلازميك ريتيكولم هو المسؤول عن تكوين البروتينات as we know. اوكي طيب هلا لما يتكون بداخل الرف اندوبلازميك ريتيكولم حيتكون in the form of برو كولاجين. تمام برو كولاجين. طيب هلا البرو كولاجين وين حيروح؟ حيروح على الجولجي كومبلكس تمام لحتى يصير له يعني موديفيكيشن، حيصير له تعديلات بالجولجي كومبلكس. بعد هيك بعد ما يصير له تعديل حيعبيه جوا حويصلات، حيصير له اكزوسايتوزيس تمام يعني اخراج خلوي، وحيطلع لبرا الخلية. طبعا لما يطلع برا الخلية حتتكسر النهايات تاعته، هدول الكرتين اللي كانوا مكونينه هيو وكان عبارة عن كرتين يعني كان برو جلايكوجين تمام كولاجين سوري راح على الجولجي كومبلكس عمل له موديفيكيشن يعني هيو مبين انه تغير شكله، بعدين صار له اكزوسايتوزس طلع بالاخراج الخلوي، بعدين شو صار؟ تكسرت النهايات تاعته، صار شو اسمه؟ صار اسمه كولاجين مولكيول. تمام صار اسمه بدون الكرتين بدون الاطراف وصار اسمه كولاجين مولكيول. هلا هدول الكولاجين مولكيولز حيتجمعوا مع بعضهم البعض وحيكونوا الكولاجين فيبريل. تمام كولاجين فيبريل يعني تصغير لفايبر، فهاي الكولاجين فيبريل حتتجمع مع بعضها البعض وحتكون كولاجين فايبر، الكولاجين فايبر حتتجمع وتكون عندنا البندل اللي حكينا هي عباره عن حزمه. اوكي فهاي هي السينثيسيس اوف ايش، عمليه تكوين الكولاجين. اوكي زي ما حكينا برو كولاجين هو البريكيرسر. تمام دائما كلمه برو زي ما اخذته بالموليكيولر او بالبيو انها هي معناها البريكيرسر للإشي، يعني الشيء الاولي او الشكل البدائي لهذا الشيء. تمام فهي عباره عن البريكيرسر اوف ذا كولاجين بروتين از فورمد انسايد ذا فايبروبلاست، تكون جوا الخليه اللي اسمها فايبروبلاست، ذن ات از ريليز باي اكزوسايتوزس، حتطلع عن طريق عمليه الاخراج الخلوي انتو ذا اكسترا سيلولر سبيس على المكان يعني الخارج الخليه. هلا البرو كولاجين حكينا از كليفت، حيصير له قص للاطراف له تو فورم الكولاجين مولكيولز، بصير له كليفت قص بيكون جزيئات الكولاجين. تمام which assemble spontaneously into التجمع مع بعضها البعض تمام وحتكون عندنا الكولاجين فيبريلز. اوكي طيب
هلا هاي المعلومة برضو من التبييض، إعادة هي نفسها اللي حكيناها، إنه بتكون شو يعني المكونات، الخلايا التي تفرز البروتين والخلايا التي تفرز الدهون. الكولاجين فيبرلز هدول حيتجمعوا مع بعضهم البعض وحيكونوا عندنا الكولاجين فايبر، تمام، الليف الكولاجين، تمام. وهذا الكولاجين فايبرز حيتجمعوا مع بعضهم البعض ويكونوا البندل، حيكونوا حزمة، انتو دي ثيك كولاجين بندلز، حتكون حزمة من البندل. هلا هاي الصورة أنا ضبط لكم إياها، هاي موجودة بالسلايد الأصلي للدكتورة، بحس هاي انه يعني اقرب انكم تتخيلوا الوضع ويعني ما فيش فيها حكي كثير، اوكي؟ فهاي هي العمليه تكوين الكولاجين، بسيطه وسهله يعني ان شاء الله. طيب هلا هون بالالكترون مايكروسكوب مبين عندنا برضه كمان الكولاجين، هون مبين عندنا تكوين الكولاجين، يعني احنا بناء على سلايدات اللاب بنحكم شو الصور اللي كثير مهمه لحتى انه نشرحها ونحكي عنها. الاسمبلي اوف ذا كولاجين فايبر لبندل، هاي كولاجين فيبريل، مجموعه من الكولاجين فيبريل جمعوا مع بعضهم البعض، هاي كولاجين فيبريل كونوا كولاجين فايبر، مجموعه من الكولاجين فايبر هدول كونوا عندنا ايش البندل، هاي الكبيره هي عباره كلياتها عباره عن بندل، اوكي؟ وهون الكولاجين فايبرز هاي مهم الصور بالاشان اي، هون هي مبينه بصبغه يعني شو لونها، عباره زي كانها خيوط، تمام، مصبوغه بلون بينك. وهون بالالكترون مايكروسكوب هي مبينه عباره برضه عباره عن خيوط، اوكي. هلا راح نيجي ونحكي عن الميجر كولاجين فايبرز تايبس. هلا احنا بنعرف انه الكولاجين اللي بيكون جسم الانسان هو مور ذان 20 تايبس، تمام، اكثر من 20 نوع من الكولاجين، وبس احنا بدنا نحكي شو اهم انواع الكولاجين، اوكي. هلا according to the chemical composition of the collagen molecules، بناء على المكونات الكيميائيه للكولاجين، هو صنفوه لانواع، وزي ما حكينا في عندنا مور ذان 20 different types of the collagen fiber. They differ by their molecular composition، بناء على مكوناتهم، بناء على الشكل تبعهم، بناء على التوزيع تاعتهم بالأنسجة والفانكشن والوظائف لإلهم، بيختلفوا عن بعضهم البعض. هلا ال major types of the collagen هم عبارة عن type 1 من الكولاجين. type 1 من الكولاجين حكينا هذا النوع بيكون ماشي ببندل، تمام، هو هذا النوع اللي بيمشي بحزم، تمام، وبيكون اقوى انواع، بما انه بيمشي بحزم حيكون اقوى انواع الكولاجين. هلا هو وين موجود؟ موجود هو اذا زي ما حكينا انه تايب 1 من الكولاجين فايبرز ان كونكتيف تيشو بروبر، هو بيكون من ضمن مكونات الكونكتيف تيشو، اند ان ايش؟ ان فايبرو كارتليج. هلا الفايبرو كارتليج هي عباره عن نوع من الكارتليج موجوده بالانتر فيرتبرال ديسك، يعني الغضاريف الموجوده بين فقرات الظهر، اوكي؟ فهي محتاجه لقوه، اكيد لازم يكون نوع الكولاجين المكون لها قوي، لانه احنا محتاجين لقوه حتى تدعم العمود الفقري، تمام؟ وهو اللي ببين، بما انه بندل هو اللي ببين as a white fiber، اوكي؟ طيب تايب 2، تايب 2 كولاجين فايبر هو موجود بكل انواع الكارتليج ماتريكس اللي هم الهايلين والالاستيك، رح ناخذ طبعا لقدام عن الكارتليج، محاضرات عن الكارتليج، بدنا نعرف انه تايب 2 هو موجود بكل انواع الكارتليج. هلا تايب 3 من الكولاجين فايبرز فورم ذا ريتيكولر فايبر اللي هو حكينا عنه، هو تايب 3 اللي هو بيكون النتورك الفايبر الالياف الشبكيه، تمام. طيب والتايب 4 و7 هو بيكون موجود بالبيزمنت ميمبرين، حكينا عنه المره الماضيه، اوكي. هذا الجدول برضه نفس الشيء بيحكي لنا عن انواع الكولاجين، اللي هو 1 هو الموست اباندنت، بيكون موجود هو قوي اقوى نوع، بيكون متوفر كميات كبيره بالسكن، بالتندون، يعني بالجلد، بالاربطه، بالبون، بالعظم، بالدنتن، تمام. وهو شو الفانكشن له؟ بيكون عنده ريزيستنس، بيعمل ريزيستنس للتنشن، بيقاوم اي ضغط او اي يعني ستريس ممكن يجي، لانه نوع قوي يعتبر. هلا التايب 2 من الكولاجين فايبر موجود بالكارتلج زي ما حكينا، بالفيتروس of the eye، هو وظيفته انه يعمل ريزيستنس للبريشر، يقاوم الضغط. تايب 3 اللي هو مسميه ريتيكولين، تمام، اللي هو او ريتيكولر فايبر منطق عليه اسم، موجود بالسكن، بالمصل، بالبلد فيزز، بالليفر وغيرها. هو يعني بيعمل ستراكشر فريم ورك اند ستابيليتي، هو وظيفته انه يعمل دعم او استقرار، يعني زي هيكل يعني لدعم الشكل تاع النسيج، اند انه ستابيليتي بيعمل استقرار لهاي الخلايا. هلا تايب 4 اند 7 هو موجود زي ما حكينا بكل انواع البيزمنت ميمبرين، سوري، الغشاء القاعدي، تمام، للانسجه، وهو وظيفته انه يعمل سبورت اند فلتريشن. هلا هذا كثير مهم، يعني ميزوا لي هدول وهدول، اوكي، يعني اطلعوا عليهم، يعني مش مشكله. طيب هلا هون بناء على حكي الدكتوره، هذا سلايد يعني مضاف من الحكي، البولاريتي زي ما حكينا انه معناها انه يعني في ثلاث اسطح اللي هم الابيكال والبيزل واللاترال. هلا البيزل انفولدنج، تمام، في عندنا بيزل انفولدنج،
سوري. هلا زي ما حكينا انه بالبولاريتي معناها it has three surface اللي هم الابيكال القمي والبيزل واللاترال. اوكي، هلا البيزل انفولدنج والهيمدسموزوم حكينا من ضمن الاشياء اللي بتكون على البيزل موديفيكيشن، وكمان من ضمنها البيزمنت ممبرين. البيزمنت ممبرين زي ما حكينا هو بيكون نوع الكولاجين بيكونه هو 4 and 7، تمام، وظيفه يعمل سبورت اند فلتريشن. يعني هو نفس حكي السلايد بس عادت الدكتوره بطريقه حكي. اوكي، تايب 1 من الكولاجين هو بيكون از بندل زي ما حكينا ماشي بالحزام، هو بينك كلر وذ اتش اني ستين، تمام، بينصبغ بلون بينك بالاتش ان اي، وبالعين المجرده هو اللي بنشوفه لونه ابيض فبنسميه الوايت فايبر لانه بيكون ماشي ببندل. تايب 2 من الكولاجين فيري ثين فايبر، الريفراكتيف اندكس لإله زي الريفراكتيف جراوند سبستانس، يعني انعكاسه يعني معدل عكسه او انكسار الضوء فيه نفس الجراوند سبستانس، لهيك ما بنشوفه، تمام، يعني بيكون مش مرئي. فاوند ان بون اند كارتنج، بيكون موجود بالعظم بالغضاريف. التايب 3 من الكولاجين، there are two types من الفايبر بالكونكتيف تيشو not 3 زي ما حكينا، because انه الريتيكولار فايبر يعتبر احد انواع الكولاجين فايبر، و it is usually found in tissue rich with the cells. هو عادة بيكون موجود بالأماء يعني بالأنسجة اللي بتكون غنية بالخلايا، ولأنه إيش؟ لأنه بيشتغل كهيكل داعم لا إيش للخلايا. هلا تايب 4 and 7 زي ما حكينا it does not appear as if it doesn't exist، يعني هو ما بيكون مبين كثير. أوكي، طيب هلا رح نحكي عن الريتيكولين فايبر او عن الريتيكولر فايبرز. الريتيكولر فايبر اللي هو الالياف الشبكية الشكل بتكون، تمام، اللي هو تايب 3 من الكولاجين. هلا بدنا نعرف عنه معلومة انه هو لا ينصبغ بالاتش ان اي ستين، يعني ما بتصبغه صبغة الاتش ان اي، يعني ما بتصبغ الريتيكولر فايبر. طيب بما انه ما بينصبغ بالاتش ان اي اكيد له نوع صبغة، يعني ما حيتركوه هيك، هو بينصبغ بالسيلفر، تمام، بالسيلفر ستين واللي بتعطيه لون البراون. هاد النسيج دائما لما تشوفوا انه الصوره زي هيك البراون بنعرف انه مصبوغه بفضه، تمام، مصبوغه بسيلفر. اوكي، سيلفر ستين، وهي اللي بتعطيه لون هي الشبكه هاي البنيه الشكل، هي عباره عن ريتيكولار فايبر. طيب هلا كهيستوريكال فيتشرز للريتيكولار فايبر بدنا نعرف انه هو شورت وثين وبرانشنج فايبرز. هو يعني خلينا نحكي زي كانه شبكه مخرمه، تمام، فيها فراغات. هلا هاي الفراغات مين اللي ست فيها، يعني مين اللي بيكون قاعد بهاي الفراغات، هي عباره عن السيلز، تمام، فهيك هي بتعمل ستراكتشر سبورت لها. اوكي، طيب الهيستولوجيكال فيتشرز لإلها هي عباره فورم ديليكيت سبورتنج فريم ورك، تعمل زي هيكل داعم، تمام، بيكون دقيق، فور انه هايلي سيلولار تيشو للانسجه اللي بتكون بتحتوي على كميات كبيره من الخلايا، زي الاندوكراين جلاند، زي الليمف نود، زي الليفر، زي البون مارو، زي سبلين، زي سموث مصل. الاندوكراين جلاند يعني الغدد الصماء، ليمف نودز معناها الغدد الليمفاويه، الليفر الكبد، البون مارو اللي هو النخاع العظم، والسبلين الاطحال، والسموث مصل اللي هو السموث مصل يعني العضلات السموث بتكون، تمام، مش الهيكلية، السموث. اوكي، to make support، وظيفتها انها تعمل support، composed mainly of type 3 collagen، هو عبارة بالاصل يعني شو هو reticular fiber، هو type 3 collagen، النوع الثالث من الكولاجين، with a carbohydrate moiety and reduce السيلفر to metallic in silver، اللي هو بنسميه زي ما حكينا بينصبغ، هذا معناها انه حينصبغ بالسيلفر ستين، بنسميه argyrophilic، يعني هو المحب ليش للفضة. اوكي، إله سبيشال ستين زي ما حكينا هو السيلفر ستين، ركزوا على هاي المعلومة. ثينر ذان تايب 1 كولاجين زي ما حكينا هو ثين، يعني حيكون رفيع، تمام، وأضعف، يعني مش أضعف، هو ثين يعني رفيع أكثر بمقارنة بتايب 1 كولاجين. Type 3 fibrils are 30 to 40 nanometer diameter، و Type 1 بينه يعني هون معطيكم أرقام إنه Type 3 بالديامتر العرض بتاعها بيكون من الفبريلز، الوحدة الفبريل مش الفايبر، الفبريل حتكون إنه الديامتر لإلها من 30 ل 40 نانومتر، بينما Type 1 فبريل هم 200 نانومتر ديامتر. أوكي، فهو يعني أكيد ثين يعني مقارنة بتايب 1. Made by reticular cell اللي هو specialized fibroblast، مين بيكونها؟ بيكونها reticular cells اللي هم بنسميهم نوع يعني نوع خاص من الفايبر بلاس اند فاسكولار سموث muscle cell. اوكي، طيب هلا هون رح نحكي عن الالاستيك فايبر. الالاستيك فايبرز انه هاف الاستيسيتي، من اسمه الاستيك، يعني مكون من بروتين اسمه الاستين. هلا الالاستيك يعني خلينا يعني دائما لما يخطر على بالكم الاستيك فايبر تذكروا المطاط، تمام، المطاطه، المطاطه بتشد، تمام، بتسحب، بتزداد طولها، بتشد وبترخي، تمام. طيب هلا هو هاف الاستيسيتي زي ما حكينا، له مرونه عاليه، if you stretch
it elastic fibers and it let it go, it will recoil. يعني زي المطاط، كيف لما نشد المطاطة ونتركها تمام ترجع بصير لها ريكويل، ترجع تنكمش تمام، تشد وتنفي. اوكي طيب، هلا الالاستيك فايبرز بنسميها، نطلق عليها اسم اليلو فايبرز. هلا يعني ذكروا برضو كمان المطاط لونه اصفر، هو الالاستيك فايبر لانها مكونه من بروتين الالاستين، الالاستين بيكون لونه اصفر، فبالتالي بعطيها اللون الاصفر، لهيك سميناه بالعين المجرده طبعا دون صباغ، بنسميه اليلو فايبرز. اوكي كان بي ستريتش تو 1 اند 1 هاف تايم ذير لينث. هلا هي عندها قدره انها يعني تنشد يعني زي طولها مره لمره ونص تمام، بات ريكويل تو ذير انيشال لينث وين ريليز، لما نتركها او ترخي بترجع لطولها الاصلي. الفريش الاستيك فايبرز ابيل يلو اند ار اولسو كولد يلو فايبرز. هلا الفريش الاستيك حكينا الفريش اللي بالعين المجرد اللي مش مصبوغ بيكون لونه يلو، لهيك بنطلق عليه اسم فايبر الألياف الصفراء. أوكي طيب، هلا كهيستوريكال فيتشرز، these fibers contain بروتين إلاستين، اسمه هذا البروتين إلاستين that allows them to stretch and recoil، اللي بيسمح له بأنه ينشد وينرخي تمام، زي الرابر باند زي حزمة المطاط. because the fresh elastic fibers appear yellow they are called yellow fibers. كمان نفس المعلومة، هلا الإلاستيك بروتين with each other make yellow color in fresh state، مش المصبوغة زي ما حكينا. اللهم صل على سيدنا محمد. they are found where greater elasticity is needed. هلا وين المكان بيكون متواجد فيه الإلاستيك فايبر؟ موجود بالمكان اللي بحاجة لمرونة عالية، يعني الإكزامبل عليه present in large amount وين؟ بكميات كبيرة بالليجمنتس بالأربطة تمام، باللنج بالرئة، الرئة بنعرف إنه بدها تتمدد وبدها ترخي صح، واللي قمت نفس الإشي بده ينشد وبناء على يعني حركة العضلات. السكن بالجلد، بالبلادر، بالمثانة، بالوول أوف ذا بلاد فيزلز، بجدران الأوعية الدموية، بالفاجينا، بالمهبل، باللارج إلاستيك آرتري اللي هي الإكزامبل عليه الأيورتا تمام، هي بالأوعية الدموية يعني الكبيرة تمام. الإلاستيك فايبرز may exist in two different forms، بيكون متواجد بشكلين تمام، اللي هم individual long and thin fibers sorry individual long and thin fibers that branch in the extracellular matrix، يعني نوع بيكون طويل ورفيع تمام من الالياف، وبتفرع بيكون وين البرانشات تاعته بالاكستراسيلولر ماتريكس، هي صورته، هذا هو نوع الثين تمام والطويل تمام، وله زي هيك زي افرع وهيك بالاكستراسيلولر ماتريكس، بيكون الاكستراسيلولر ماتريكس. والنوع الثاني هو بيكون موجود بالوول اوف لارج بلاد فيزلز، بجدران الاوعيه الدمويه الكبيره، they form fenestrated parallel sheet، هيهم بيكون زي كانه فينستريتد يعني زي مثقب تمام، زي زيجزاك شكله بيكون تمام، بيكون زي مثقب وبارل يعني زي متوازيه، زي هيك زي يعني مجموعه من الخيوط اللي بتكون متوازيه لبعضها وبتكون هيك مجعلكه تمام زي الزيجزاك شكله. اوكي هلا الإلاستيك فايبر هو ستين ويكلي، بنصبغ بشكل ضعيف بالأتان إي، سو إله سبيشال ستينينج مع الأوريسن ستين، بنصبغ بإشي بنسميه الأوريسن ستين تمام. الأوريسن ستين هي بتصبغه بتظهر لونه بريكريد اللي هو زي لون القرميدي تمام، أو بلاك ريد بنسميها، يعني مش برايت، مش لون أحمر ساطع لا. gives a prick red color to elastic fiber تمام، بيعطي اللون القرميدي للإلاستيك فايبر. while staining يعني له نوعين من الصبغة الخاصة لإله، اللي هو بما انه يعني بنصبغ بشكل ضعيف بال H and E، في له نوعين خاصين من الصبغات، اللي هو الاورثن ستين اللي بعطيه صبغه بلاك ريد او مسميها بريك ريد زي اللون القرميدي، والنوع النوع الثاني من الصبغه اللي هو الفي في جي تمام، في في جي ستين اللي هي بتعطيه لون الدارك فيولت كلر، بتعطيه لون بنفسجي غامق تمام. يعني يا بنحكي عنه دارك فيولت كلر او بنحكي عنه بلاك كلر، او لون زي الاسود بيكون اقرب للاسود. وهون زي ما حكينا هم هذول حكيناهم ان الكولاجين تايب 1 زي تجميعه، الكولاجين تايب 1 حكينا بنصبغ بالاتش ان اي ستين وبيعطيه لون بينك تمام، دائما حكينا الشيء اللون الزهري هو عباره عن كولاجين، الخيوط الزهريه كولاجين. ريتيكولر فايبر ستين والسيلفر ستين اند جيف براون كلر، الريتيكولر بنصبغ بالفضه وبتعطيه اللون البني. الالاستيك فايبر بنصبغ بالثري تايبس من الستين، الاتش ان اي بس بشكل ضعيف بتصبغه، الأوريثن اللي هو بتعطيه لون القرميدي، والفي في جي اللي هو بيعطيه لون الفيولت كلر تمام. طيب
هون بس ما حكيناهم للانواع، برضه هون الحكي نفس الحكي اللي حكيناه، بس هون مبين انه هون انه سوري هاي مش بريك، بريكريد، تمام بريك لون جرميدي، بريكريد انه كلر ويز اوريسين، هون بظبط الاوريسين بالاتش ان اي، هيها مبين لونها بينك، وهون باللون البلاك بنسميه او بالفي في جي ستين، تمام اللي هو دارك فيولت او بنسميه بلاك مرات بحكي عنه. اوكي طيب هلا بالنهايه هذا السلايد جمعنا فيه انواع الفايبرز، تمام هو عباره عن تجميع لانواع الفايبرز لحتى سهل دراستها عليكم وتقارنوهم ببعض. هلا اول نوع اللي هو الكولاجين فايبرز، طبعا زي ما حكينا في عندنا 20 نوع من الكولاجين، هات الديسكريبشن لتايب 1 من الكولاجين. The most numerous هو اكثر واحد متوافر، وايت بيكون لونه ابيض بجريت نمبر بنسميه وايت فايبر، والقوي وفلكسبل، تمام الفايبر دو نوت برانش، الفايبر الوحده لحالها ما بصير لها تفرع، بينما اذا كانت حزمه حيصير لها برانشنج. فورمد اوف كولاجين بروتين، مكون من ايش؟ من البروتين اللي اسمه الكولاجين، ستين بينك وذ ايوسين، حينصبغ لونه زهري بالايوسين ستين. تايبز اوف كولاجين فايبرز، وفي عندنا انواع من الكولاجين فايبرز. اوكي هاي صورته الكولاجين. هلا الديسكريبشن للالاستيك فايبر، الالاستيك فايبر هو اللي سميناه يلو، اليلو فايبرز بيكون الاستيك اند ستريتشبل، يعني هو عنده مرونه وقابل يعني هيك انه للشد للشد. اوكي وهو كمان الفايبرز كان برانش اند يونت، عنده قدره انها تتفرع. وفورمد اوف الاستين، بروتين من البروتين بكونه من اسمه الاستيك الاستين حيكون بروتين. ستيند ويكلي بالاتش ان اي، بما انه ويكلي بالاتش ان اي سو حينصبغ بصبغه الاوريسين اللي هو حتعطيه اللون الجرميدي، والفي في جي حتعطيه اللون الدارك فيولت. هلا الريتيكولار فايبر، الريتيكولار فايبر حكينا هو عباره عن تايب 3 من الكولاجين، تمام هو thin branching fiber، حكينا نوع بيكون عبارة عن الألياف بتكون نحيفة وبتكون متفرعة زي الشبكة، بتكون شبكة ما بينصبغ بالأتانيين، تمام stain dark بالدارك براون والسيلفر stain بينصبغ بالفضة فبتعطيه اللون البني الغامق، تمام consist of type 3 collagen، هو بالأصل النوع الثالث من البروتين من الكولاجين سوري، و supportive function له وظيفة دعم، تمام in places that highly cellular بالأماكن اللي فيها كثير خلايا. وهيك بنكون الحمد لله وصلنا لنهاية محاضرة الكونكتيف تيشو، اللي هو المحاضرة الأولى من محاضرات الكونكتيف تيشو. إن شاء الله إنكم تطلعوا يعني باستفادة كبيرة منها، ويعطيكم ألف عافية يا رب، وموفقين إن شاء الله.